يعبث هذا الجندي الإسرائيلي بأغراض إحدى متاجر الألعاب الفلسطينية ويرمي بأشياء كانت حلم أطفال الحي في الهواء باستخفاف واستهزاء، فلم يبقى في الحي مناسبات ولا أطفال. فحتى الآن قتل أكثر من 18,000 فلسطيني في غزة، ثلثاهم من النساء والأطفال. وهنا جنود إسرائيليون آخرون يحاولون حرق الناجي الأخير في المعركة، حتى وإن كان شاحنة مساعدات ما زالت تحتفظ ببعض الطعام والمياه. فالحرب الإسرائيلية حكمت على الفلسطيني بالإعدام، وإن نجا فسينتظره الجوع والبرد والمرض. مقاطع مصورة يلتقطها الجنود الإسرائيليون لما يرتكبونه في القطاع غير آبهين بأن تظهر وجوههم وتسجل في ذاكرة الفلسطينيين والعالم. هذه المقاطع وغيرها بررها الجيش الإسرائيلي بأنها مجرد حالات فردية، وتعهد الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات تأديبية بحق جنوده تحت ضغط الانتقادات العالمية. أريد أن أتحدث عن الوثائق التي نشرت في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام. تعمل قواتنا وفقاً لقيم الجيش الإسرائيلي. إن الجنود في ساحة المعركة مطالبون بالتصرف بمهنية وأخلاق، ولن نتنازل عن ذلك. سيتم اتخاذ خطوات قيادية وتأديبية. يرقص هؤلاء الجنود الإسرائيليون ويرددون شعارات عنصرية ويقفزون على أرض قد تكون استخدمت منذ أيام كمقبرة من مقابر الفلسطينيين الجماعية. هلال علي، الحدث.